انت ابو كوامل الدهشوري؟ انا ابو كوامل الدهشوري. انتوا اللي مين بقى؟ اقبضوا عليه وشمعوا لي المعرض وحافظوا لي على كل الورق اللي فيه. يلا بسرعه. تحفظوا على ورق ايه؟ انت مين اصلا؟ انا النقيب حازم وهدان اموال عامه. اموال عامه؟ حصل لنا الرعب يا سيدي. ومع سعادتك بقى عدم المغزى يعني اذن النيابه. ايدك يا عم انا اهرب. تلاقوش يا ولاد، مفيش اي حاجه. يقلقوا ويقلقوا قوي كمان. عرفت اقرا ولا اجيب لك حد يقرا لك؟ لا عرفت. نزلوا على البوكس يا ابني بسرعه. اتصلوا لي بالمتر ممدوح يحصلني. ايه يا استاذ ممدوح اتاخرت كده ليه؟ معلش مسافه السكه. هو جوه؟ هو جوه. ادخل بقى الحقه. ابو كوامل عمره ما عمل حاجه وحشه في حد. في ايه؟ ما تقلقيش، ادي خبر نكري النيابه يا ابني ان حاضر مع المتهم وعايز ادخل. سنه واحده. بقول لك ايه، هم قبضوا عليه ليه؟ انا بجد مش فاهمه ليه بيعملوا كده. انا زيك متفاجئ، بس اكيد في حاجه غلط. اكيد طبعا في حاجه غلط. ابو كوامل طول عمره راجل دغري. لما هخش هعرف كل حاجه. اصبري وما صبرك الا بالله. ماشي نصبر، بس برضه عاوزين نفهم في ايه. ياخدوه كده من الدار للنار يعني؟ هو البوليس بيستأذن؟ دي اجراءات روتينيه وبعد شويه هنطمن. انا حاسه ان في حد بيدبر له مكيده. انا برضه عندي نفس احساسك. بس ابو كامل طول عمره راجل ناجح، ممكن يكون اعدائه او منافسين ليه عاوزينه يقع. اهو العسكري جه. اتفضل يا باشا. بقولك ايه، هو انا ممكن ادخل؟ المحامي بس، ودي الاوامر اللي عندي. ما هي اقوالك فيما هو منسوب اليك من تضخم ثروتك واملاكك بطريقه غير مشروعه وبشكل غير قانوني؟ يا فندم، ما هو قال لي سعادتك ان الحاجات دي مش بتاعته. الحاجات دي يا فندم. حضرتك اتكلمت كتير، اديني فرصه اسال المتهم. رد ابو كوامل. ماشي يا باشا. شوف يا باشا، انا مملكش غير البيت اللي انا ساكن فيه، وخمسين ألف جنيه حسابي في البنك، ودول تحويشة عمري. والمحلات والأملاك دي بتاعتي؟ لا لا لا، ده مش بتاعتي خالص. دي عدم مؤاخذة بتاعت راجل اسمه شوكت العمصاني. شوكت ده عايش في لندن بعيد عنك يعني، وعامل لي توكيل إن أنا أدير له حاجته، والتوكيل مع الأستاذ المحامي. اتفضل يا فندم. اثبت ده عندك. وعنوانه فين في مصر؟ لا، هو لما بينزل مصر بينزل في لوكندا. وما تحب تحاسب معاه بتعمل ايه؟ لا، هو يعني لما بيفضى بينزل مصر، بس هو بيثق فيا قوي. انت مرتب اوراق كويس. طب تربط الحشيش اللي هو عندك دي بتاعت ايه؟ لا لا يا باشا، انا لا مؤاخذه ملوش عندي حاجه. احنا باشا بلاش السكه دي، يعني انا مش صغير قدامك. على فكره الكلام الصغير دوت ممكن يجيب لك 25 سنه سجن. انا شامم ريحه تهديد سعادتك، وانا لا اسمح بده مع موكلي. سيب الباشا يقول اللي هو عاوزه. متر اللي عندي تربه حشيش ب 25 سنه سجن او ايوه. انا بقى من الصبح نفسي اسمع اللي بعد او دي يا باشا. والفلوس اللي انت بتغسلها في مصر دي لصالح مين؟ غسيل الاموال ايه؟ وفي حاجه اسمها غسيل الاموال ابي ونشير والكلام ده؟ احنا يا باشا عدم مؤاخذه يعني مفيش حاجه اسمها غسيل الاموال. ما تتكلم عدل يا ابو كوامل. انا بتكلم عدل ابي ايه؟ ما تقول له يا متر جهاز الباشا مش واخد باله ان القانون بتاعنا مفيهوش عقوبه للي بيغسل الاموال. فعلا يا باشا مفيش قانون يحرم غسيل الاموال، ولو اننا ما بنغسلش اموال حد زي ما قال موكلي. بس في عندنا قانون، من اين لك هذا؟ طب وفين هذا دي بس دي؟ ما انا زي ما قلت لسعادتك، انا ما عنديش غير بيتي اللي انا ساكن فيه وخمسين الف جنيه رصيدي في البنك. عامه انا بنفسي اعرف انت عندك ولا ما عندكش. الله يخليك يا باشا، بس حاول تعرف بسرعه، بس انا عندي شغل كتير متلتل مستنيني بره ومتاخر يعني. يعني ايه يا استاذ؟ انا مش فاهمه حاجه خالص. باختصار، في حد حاطط ابو الكوامل في دماغه ومهيج عليه مباحث الاموال العامه، وعمالين الاخوار وراه عايزين يسجنوه. يسجنوه؟ ما هو عندهم يسجنوا في ايه تاني؟ هو عندهم بس مش لاقيين عليه حاجه، خصوصا انه كاتب كل املاكه ومظبوطه فعليا باسم واحد اسمه شوكة الحمصاني عايش في انجلترا. يا نهار اسود، يعني كل الفلوس والمحلات دي مش بتاعت ابو كوامل؟ بتاعته ومش بتاعته. يعني ايه؟
انا قاعده معاك بقالي نص ساعه عمال تقول لي الغاز، ابوس رجلك تفهمني بقى عدل. شوفي يا ستي وركزي معايا. اتفضل. ابو الكوامل كان عارف ان العين عليه من زمان، فعمل احتياطه في كل خطوه بياخدوها، وكتب كل املاكه باسم شوكة الحمصاني ده اللي انا قلت لك عليه، اللي هو شخصيه مش موجوده، شخصيه وهميه. واحنا لعبنا لعبه كده مع حبيبنا اللي في لندن، عملوا لنا حساب اثبات شخصيه، كل الاوراق باسم شوكة والفلوس تروح له، وبعد كده نحولها لحساب ابو الكوامل. وبعدين كمل. يعني كل الفلوس باسم شوكة الحمصاني، بس ابو الكوامل هو اللي بيشغلها، وبكده بقى ما عليهوش اي شبهه جنائيه. ولو دوروا على شوكة ده مش هيلاقوه، حتى لو شوكة ده شخصيه حقيقيه، مفيش قانون بيننا وبين لندن يسمح بتبادل المجرمين، حتى الخارجيه مش هتلاقي ورق رسمي، وبكده يبقى ابو الكوامل في الابيض. فهمتي يا ولاد اللعيبه؟ ايه المخ العالي ده يا استاذ؟ بس في نقطه مهمه قوي بقى. ايه؟ احنا سمعنا ان ابو الكوامل هيقعد جوه شويه وهيعطلوا القضيه بتاعته كمان، يعني ممكن يقعد في السجن سنتين ثلاثه. ليه سنتين ثلاثه؟ انا طول عمري كده بختي منيل. اهو كده عشان ينخوروا عليه براحتهم. وبعدين؟ بس ابو الكوامل بقى عامل حسابه والشغل مش هيقف. شوكة الحمصاني هيبعت لواحد تاني كل املاكه وفلوسه عشان يشتغل بيها لحد ابو الكوامل ما يطلع من السجن. ومين هو الشخص التاني ده؟ انت. انا؟ ممدوح فهمك على كل حاجه؟ ايوه، بس انا قلقانة قوي. تروح ما تقلقش، تروح على تقلق ولا تخاف من اي حاجه. دي كل اللي عليكي انك تسمعي كلام ممدوح ده وتنفذيه بالحرف الواحد. ممدوح ده مش محامي كلام، لا ده محمد اقرم، عارف الكفت وعارف القرد بيخبي ابنه فين. تيجي بس تعملي اللي هو بيقول لك عليه وانت مش هيبقى عليكي اي شبهه جنائيه. حاضر، بس انا برضو خايفه عليك قوي. انا عرفت ان هم هيقعدوك هنا شويه. دي ليش من الحاجات دي؟ انا عامل حسابي على كل حاجه. انا بس عايزك تركزي مع ممدوح، وبالمناسبه كمان حنين عايزه تبقى معاك على طول، في ايدك رايحين جايين مع بعضيكوا. حاضر. واللي يقول لك عليه ممدوح تعمليه، واوعي اوعي اي حد يعرف ان ممدوح حكولك. حاضر، ما تخافش. وبالمناسبه الصح كمان انك انت تختفي لك يومين كده، روحي اقعدي في اي حته، في شرم الشيخ، في الغردقه، في الجونه، روحي الجونه، ايه المانع؟ يعني احنا في ايه ولا في ايه بقى؟ كمان في حاجه مهمه، انا مش عايزك تزوريني هنا تاني، انا لما عاوزك هخلي ممدوح يبلغك، تمام؟ ماشي، اللي تشوف. الفترة اللي جاية دي هم هيحطوا عينهم عليكي، هيراقبوكي. أنا عايزك تتصرفي عادي خالص، تفسحي، عيشي حياتك، تفسحي، روحي جنينة الأسماك، روحي جنينة الحيوانات كده يعني. جنينة الأسماك إيه وحيوانات إيه وعادي الكلام ده؟ خلاص، روحي الحديقة الدولية، روحي أي حاجة، تفسحي وخلاص. حياته روحة، تفسحي، عيشي الحياة. حاضر. عشان محدش يشك في أي حاجة. و يومين كده ممدوح هيكلمك، هيعرفك ازاي الفلوس تبقى في ايدك وتشتغلي في ايه وامتى بالظبط، تمام؟ حاضر، ماشي. هتوحشيني يا توتي. والنبي انت كمان هتوحشني، خد بالك من نفسك. ما تقلقيش، ندخل المأسدين نصر النيل دول جنبي وانا تمام. انا دايما معايا. لو بالنسبه لك اهم ولا الفلوس؟ على حسب، يعني ممكن راجل يخليني احبه وما اهتمش بالفلوس، وممكن راجل محبوش فاهتم بفلوسه، يعني الراجل هو اللي بيحدد. وانت قولي بقى، ليه كل الرجاله خاينين؟ ايه يا حنين السؤال ده؟ مش فاهم. وانتي قولي لي، ليه كل البنات خاينين؟ عندك حق، كل الرجاله خاينين،
وساعات كمان بتكون كل الستات خاينة. باي ذا واي انا كلمتك امبارح على التليفون ما رديش عليا. ما شفتش انك كلمتني. ده بجد؟ تودي بطلي بقى الحركات دي اوكي؟ عشان مش انا اللي اتعامل على الحركات دي. بليز بعد كده لما اكلمك تردي عليا. وانت بتغير عليا ولا ايه؟ اه بغير عليكي وبحبك كمان. انا مش فاهم، هو انت بتحبي جوزك؟ ابو المكارم ابو الكوامل ده انت بتحبيه؟ لا يعني مش بحبه بالمعنى المفهوم يعني، بس جواز يعني اسمه ونصيب، جواز يعني استقرار، بعدين كان بيني وبينه عشره اعرفه من زمان يعني، انما مش حب. يعني بتحبيه ولا مش بتحبيه؟ لا ما بحبوش. طب وايه اللي مخليكي معاه؟ في واحده بالجمال والحلاوه دي تفضل مع واحد اسمه قبل الكوامل ولا المكارم؟ انت ازاي مش شايفه نفسك كده يا توتي؟ وبعدين انا بقعد افكر فيك كتير قوي، بقول هو انا اوصفك بايه؟ يعني انا عدى عليا ستات كتيره جدا، وشفت ناس كتيره جدا من جنسيات مختلفه، شفت البرازيليه. اقول انت على فكره انت زي البرازيليين بالظبط. بس اقول لا، توتي فيها حاجه مختلفه. اقول يمكن فرنسويه عشان رقيقه، جميله، رومانسيه. برضه بقول لا. اقول يمكن امريكانيه. كل الامريكان جيرلز بيحبوا ان هم ينطلقوا ويسافروا. جريئه، ست جريئه بس انت فيكي كل الحاجات دي كلها. في الاخر بقول هي توتي بالظبط عباره عن ايه؟ عارفه في الاخر بقول ايه؟ ان انت ميكس غريب ويونيك، ولازم تكوني مع حد يفهمك، لازم تكوني مع راجل يقدر فعلا يحطك في الحته المظبوطه. انت رايحه لي مع ابو الكوامل ده. يخرب بيت حلاوتك يا شيخ، يخرب بيت كلامك الحلو. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا لهوي انا هصدق على فكره. ما تصدقي طبعا. انت مش بتضحك عليا؟ وتفتكر ان في حد في الدنيا يقدر يضحك على توتي؟ لا ما حدش يقدر يضحك عليا. بس كمان اي ست تسمع الكلام اللي انت بتقوله ده لازم تدوخ، لازم تصدق. على فكره انا مش بتكلم، اعتبريه كده او تقدري تقولي ان ده قلبي هو اللي بيقول الكلام ده. هو انت عايز تتجوزني؟ اه طبعا عايز اتجوزك، ليه لا؟ انا كتير بفكر في الموضوع ده، نفسي تبقي معايا في كل حته، نفسي معايا في الديفيليه، نفسي معايا في الاتوليه واحنا بنشتغل، معايا في البيت نفكر مع بعض نفتح بيزنس كبير، عايزك تبقي في حته تانية خالص. توتي انت دماغك حلوه جدا وفعلا مش متوظفه صح. اللي انت ناويه تعمليه ده يا توحه؟ ايه هو ده؟ مفيش سعيده يا مدام توتي؟ يا مدام توتي انت ناويه تخشي رايي في الفاشن شو؟ انهي واحد فيهم؟ انهي واحد فيهم؟ ليه انت ناويه تخشي اكتر من واحد ولا ايه؟ ما هو شيكو قال لي ان احنا لو نجحنا في الاولاني نعمل التاني. بغض النظر عن طريقتك الاستفزازيه في الكلام، بس انا بتكلم عن الصالح العام. ابو الكوامل بيه ما كانش بيخش في عروض فاشن شو، كان بيشتري منها بس، لان المكسب في البيع، والفاشن شو ده بيكسب من الاعلانات، وانت مش ناويه تخشي باعلانات، يعني هتكسبي منين؟ اه اسمعي يا حبيبتي، انا اللي قاعده هنا دلوقتي، الفلوس فلوسي والكلمه كلمتي، وابو كوامل بقى مش معينك وصيه عليا، فهمتي ولا تحب اقول تاني؟ وبعدين ما تجيبي كده من الاخر، قولي لي يعني ايه الحاجه اللي حرقاكي قوي كده؟ قصدك ايه يعني؟ معرفش، شوفي انتي بقى. مش يمكن يعني يكون اكمن شيكو سابك وخلع منك واداكي البومبه الكبيره وبقى معايا دلوقتي؟ شيكو ده يا حبيبتي سنكوح، اشبعي بيه. بقى شيكو القمر ده، الوادي الحليوه اللي يحل من على حبل المشنقه، دلوقتي بقى كخه وبقى مش عاجبك؟ الله يرحم. انت عارفه يا حبيبتي انت بتتكلمي مع مين؟ انا حنين اللي رجاله البلد كلها يتمنوا يعملوا معايا اوتنج. حنين مين يا اختي والناس نايمين؟ وايه يا اختي الاوتنج ده؟ يعني انت تبقي بره وهم يبقوا جوه، ولا انت تبقي جوه وهم بره؟ انا طبعا مش هقدر افهمك الكلام ده لان المستوى ده عالي عليكي، ومش هنزل لمستواه للمستوى الحقير ده من الكلام. مستوى ايه ايه ايه؟ طب يلا بقى يا حبيبتي خدي بعضك بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده وامشي من هنا بدل ما اقوم اجيبك نصين. انا مش هرد عليكي بس هتندمي يا توحه. باي باي. اندم؟ اندم ايه يا اختي؟ سيبنا لك انت الندم تبقي تتعشي بيه بالليل، واللي يفضل بيفطري بيه الصبح.
ما تيلا يا بنت انتي وقعتي اشتغلوا. بكونيلة عكرتوا دمي على الصبح. مساء الخير يا مدام. اهلا يا متر، ازيك؟ الحمد لله. ما كلمتنيش قبل ما تيجي ليه على المحمول تقولي انك جاي؟ نسيت والله، ولسه يعني ما تعودتش على استخدامه. بقول لك يا مدام، انا سالت على حضرتك امبارح ما كنتيش موجوده. خير؟ كنت فين؟ نعم كنت فين؟ كنت في شغل يا اخوي. شغل؟ شغل يا مدام، احنا مش متفقين قبل ما تعملي اي حاجه يكون عن طريقي ومن خلالي عشان اكون في ظهرك؟ ما هو انا دلعتي الشغل اللي بعمله ده من فلوس، انا مش من فلوس ابو الكوامل. فاديك خبر ليه يعني يا متر؟ لا مؤاخذه، أول مرة أعرف إنك ليك فلوس يعني غير فلوس أبو الكوامل. طب أديك عرفت. خير؟ نعم. كنت جاي ليه؟ أنا كنت عند أبو الكوامل بيه وطلب مني أوصل لك رسالة. اتفضل. طبعا سعادتك عارفة مع الرسول إلا البلاغ، وأنا ماليش علاقة بالكلام اللي موجود في الرسالة، وأرجو إن سعادتك يعني تكوني هادية كده. اتفضل. ما تخلصني بقى يا أستاذ وتتكلم. الرسالة عبارة عن كلمة واحدة، أبو الكوامل بيقول لك اتلمي. إيه؟ اتلمي؟ جرايه يا أستاذ، ما تلم نفسك أنت، أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ من غير عصبية يا مدام توتي، زي ما قلت لحضرتك أنا ماليش دعوة بالرسالة دي خالص، أنا مجرد رسول، ومش من حقي أعرف السبب اللي خلاه يقول لك كده، وأنا نفذت مهمتي وخلاص. عن إذنك. ماشي يا أستاذ، شكرا، مع ألف سلامة. يا تكنيلة، قردنا بالهم والهم مرضيش بيا، قلبوا الكوامل كمان. جرى إيه يا بيضة صفرة يا مشاشة يا بتاعت الدولار؟ أنت يا مفلسة يا اللي جاية مصر عشان تاخدي دولارات يا كلبة؟ محدش قالك إن ده بتاع طوحة؟ امشي يا بنت من هنا. طوحة امشي من هنا أحسن، وحياة أمي لو أوريك. طوحة بليز. طوحة ملا زفت أوض، مانتاش عارف وشك من قفاك. طب ريلاكس بليز، ريلاكس. اهدي في إيه؟ ريلاكس إيه وزفت إيه يا موكوس يا واطي؟ أنا تعمل معايا كده وتدخلي مع البنت الممششة دي؟ بليز لو سمحت تيك كير، ما بحبش الألفاظ دي خالص. نعم يا أخويا، هو أنت لسه شفت ألفاظ؟ ده أنت هتشوف ألفاظ دلوقتي وضرب على الراس. طب ممكن تهدي بقى كده؟ لا مش ههدى، انت ناسي ان انت كاتب لي الشيكات ولا ايه؟ انا عايزه شيكاتي، عايزه فلوسي كلها، والا والنعمه الشريفه تكون معلمه عليك قدام الخليه كلها اللي انت عامل عليهم امور دول. خلاص اوكي، دي انبليفبل بجد يعني. يلا لسه هيقعد يقرطم بالانجليزي ايه؟ كاتك ضربه. المدير الامن بتاع الاوتيل ده. خير يا فندم؟ عندها معلومات الحرمه الاستاذ ده هنا في الفندق مع عشائها، مطلوب القبض عليهم. أكيد في حاجة غلط حضرتك. حاجة غلط؟ ده أنتوا اللي ناس غلط، وأنت بالذات راجل غلط. يا فندم حضرتك إيه، دوّطت صوتك وأنا تحت أمرك عشان سمعة المكان بعد إذنك. والمكان ده لو محترم كان يسمح باللي بيحصل ده؟ يا فندم إحنا في مكان محترم، وحضرتك عارف إن ممنوع أي اتنين مش متجوزين ينزلوا في غرفة لوحدين. آه بس مسموح كل اتنين يقعدوا كل واحد في أوضة وحد فيهم يتسحب يروح للتاني، مش كده؟ وده اللي بيحصل على طول. خلص، أنتوا هتعملوا عليا شرفة ولا إيه؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده يا جماعه؟ وانا تحت امركم، انا هساعدكم في اللي انتوا عايزينه. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك تطلع معايا انت والراجل اللي وراك ده دلوقتي عشان نمسكهم متلبسين وتبقى شاهد، والا اقسم بالله العظيم اولع لكم في المكان ده بكل اللي فيه. انا تحت امرك. ايه ده بس حضرتك؟ وهعمل لك اللي انت عايزه. ممكن حضرتك تديني الاسم بالكامل وانا هجيب لك رقم الغرفه من الريسبشن وهطلع معاكم حالا. احنا عارفين رقم الغرفه، اتفضل معايا. اتفضل. اتفضل تحت امرك. اتفضل. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا انتوا الاثنين؟ ايه ده؟ احنا في اوتيل محترم كده يا توحة؟ انا؟ تعملي معانا كده يا توحة؟ ايه؟ كنت فاكرة اني مش هخرج من السيتي؟ اوعي تنسي نفسك يا توحة، انا ابو الكوامل اللي خدتك بيت فلاحة جربوها ما تسويش بصلة وعملت منك بني ادمة، تعملي معانا كده؟ اثبت اثبت حالة تلبس. وانت فعلي يا دول زين عن الهاني. حاضر يا باشا. زينة؟ ابو الكوامل بيه، تسمح لي بحاجة صغيرة؟ اوي صغيرة جدا. فو تستاهل، تستاهل اكتر من كده كمان يا توحة. بتبيعين انا بجلالة قدري عشان ده؟ انا معايا تاريخه، السي في بتاعه معايا، مش انت قد
اللي كنت زبون دائم في شرم الشيخ بتصطاد العواجيز الاجانب وتاخد فلوسهم بدولار واتنين دولار. يا انا تفرق ايه عن توحه عن غيرها من اللي انا كنت بشغلهم؟ انا اللي كنت بعمل الحاجات دي تتعمل فيا انا يا جربوها؟ اقسم بالله ما حاسبك هتوحه. خدهم يا باشا. يلا تعالوا معايا. مين دول؟ مين دول؟ واتس رونج؟ فهميني. رونج ده انت الرونج راكبك من ساسك لراسك. اوكي اوكي اتفضلي. يلا يا اختي اتفضلي يا هانم. سيبها يا اخويا العسكري وهات جزمتها. خدها يا ابني. يلا اوعى انت رخر اوعى. بقى انا تخونيني يا واطيه؟ انت عارف انت محبوس بقالك قد ايه وانا محدش لمس مني شعره؟ وبدل ما تشكرني ان انا بدور لك فلوسك وواخده بالي من شغلك جاي تقولي الكلام ده؟ يا صلاه النبي تعملي معايا شغل وتضيعي شرف؟ انا قلت لك كانت قعده شغل. اه والشغل ده بقى ما ينفعش غير مع راجل غريب في اوضته في الفندق. صح وايه يعني؟ ما انت شايفني اهو، ما انا نازله من الاوتيل بهدومي. اه ولاد لذين بيتبلوا عليكي، حد ضربك على ايدك ووداكي عند الراجل في الاوتيل في اوضته غصب عنك عشان تعملوا شغل. شغل ايه يا امه اللي يتعمل مع راجل غريب في الاوتيل؟ معرفش. شوف بقى انت اللي مرتبها لي ولا هما؟ طب دي ومدبرين عليك. طب والصرمحه طول الشهور اللي فاتت دي مع الواد ده تقولي عليه ايه؟ الله ده انت مراقبني بقى. اه كده خير الصراحه مراقبك، بس انا اسف، انا اسف على جريمه اني راقبتك، بس انت بقى مش اسفه على جريمه انك تخونيني. ما خنتكش يا ابو الكوامل وما تعمليش فيها شريف قوي. ولو انت حقيقي مراقبني يبقى كان لازم تعرف ان انا مفيش حاجه بيني وبين الواد ده، وان كنت بقى شريف طلقني. اه وستوحى انا هطلقك وهرفع عليك قضيه زنا، ومش بس كده انا هرجعك تاني يا ماما تخدمي في البيوت زي زمان. ما تقدرش لان انت كلب فلوس وفلوسك كلها مكتوبه باسمي. ما تقدرش يا سمسار يا بتاع الشمسيه. واطيه اقسم بجلال الله واطيه، والواطيه انا مش غريب عليك. يعني افهم من كلامك ده ان انت دلوقتي بتهدديني ان انا لو فضحتك ورفعت عليك قضيه زنا مش هطول ولا ملي من فلوسي؟ صح. ايوه يا ابو الكوامل، واعلى مفخلك اركبه. خد التقيله مجهز لك حته دي مفاجاه. حسن شوفي بقى التنازلات اللي انت مضيعها دي. كنتش أعرف إنك واطي للدرجة دي. ده أنا أفضل من كده كمان، أنا كنت بحمي نفسي. وبعدين بدل ما تقولي واطي بص أنت جاية منين وفي إيه، وأنت تعرفي الوطيانة اللي بجد بقى. يعني إيه؟ يعني هتلبسي قضية سنة وكل أملاكي هتتردلي من تاني. اصحى بت، ده أنا أبو الكوامل، يعني كل حاجة كاملة ومتأندزة. هو أنت اتجوزتني ليه يا أبو الكوامل؟ عشان توقعني في الحفرة دي؟ لا الصراحة أنا اتجوزتك نوع من أنواع الحيطة والحصر، كنت بتدارى فيكي من المدعي الاشتراكي. أصلا كنت حاسس كده إنهم بيخططوا لي حاجة. مين اللي بيخطط لك؟ الناس اللي باصين للنعمة اللي في إيدي. هو انت ما تعرفيش ان اكتر رياضه شعبيه في مصر الحقد والحسد؟ وان صراحه ربنا بقى انت كنت بالنسبه لي مفتاح الامم. مفتاح ايه؟ اه مفتاح الامم اللي انا كنت مستخبي فيه انا والمارد. بس انت بقى اخليتي بالاتفاق وخنتيني فطلعتي المارد اللي كان جوايا. دلوقتي بقى حلوة هتتنازلي عن كل حاجة. انت خدت مني كل حاجة، انت عايز ايه تاني؟ عايز اللي حلتك، عايز حاجتك انت بقى. لازم الاول ارجعك على الحديدة. حاجتي؟
عايز تاخد تعبي وشقايا في الدنيا دي؟ على جثتي تاخد مليم؟ هنبشك قضية زنا. بصي بقى، تعالي نعمل اتفاق، يا إما تتنازلي عن كل حاجة يا إما هنبشك قضية زنا. قلتي إيه؟ أنا عمري ما شفت حد أوسخ من كده. لا والله، في أوسخ. ولعلمك بقى معلومة أنت ما تعرفيهاش، أنا رداحة وبعرف أفرش الملاية أكتر منك. مش هنولك اللي في بالك يا أبو الكوامل يا ناقص. وحياتك، وحياتك يا بنت هتوحى، زي ما خليتك تعملي اللي أنا عايزه زمان، هخليكي تعملي اللي أنا عايزه دلوقتي، وهتشوف هتوحى. مضت على كل الورق يا باشا. تمام، يلا بت، يلا ما دام مضيتي غرف ده، يلا. طب والمحضر؟ صح صح، عشان خاطر يا طارق باشا قطع المحضر. اللي هعمله ده عشان انت غالي علينا يا ابو الكوامل، ده محضر ضبط واحضار. وانت عارف يا باشا، انا اللي يعمل معايا جميله بشيلها له في رقبتي. سمعتك سبقاك يا ابو الكوامل. دي سعاده بت، يلا غور من هنا. غور يا بت، بلاش لعب عيال. ليك يوم يا ابو الكوامل، ليك يوم غوري.